الخبر الأول اللي عدنا عن إنجازات اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هي سكينة، وصول قناتها باليوتيوب لـ 4 مليون متابع، فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب أن تباركوها بالكومنتات. أما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو هشام نوح اللي هو ابن أنس وصالة، وصول حسابه بالإنستغرام ل 800 ألف متابع، فإن شاء الله ألف مبروك ما بقى شيء على المليون متابع، فلا تنسون يا حبايب أن تباركوها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني، فمحمد جواني نزل على حسابه بالإنستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان كاتب بيه أنه برمضان راح يحرق الترند مال يوتيوب وراح تشوفوا أشياء أو فيديوهات خرافية، فكتبوا لي حبايبكم تشجيع انتم متحمسين لهذه الاشياء وشنو تتوقعون راح يقدم لنا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو طارق الباشا ومملكة القصص والديستراك الناري اللي راح ينزل لكم يوم الخميس، وهذا الديستراك راح يكون على اكثر من يوتيوبر اللي طلعوا يحكون عليه وانا كنت محجوز. اتمنى يا حبايبكم انتم تشاركوا بهذا الخبر، هل انتم متحمسين او لا؟ الخبر الثالث اللي عدنا عن مشكلة احمد ابو الرب وعائلة بيوتي، طبعا ما يعرف شنو اللي صاير فراح اشرح لكم القصة من البداية. فاحمد ابو الرب نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب وكان يهبد بيه عائلة بيوتي، طبعا اتوقع من الواضح عائلة بيوتي عصبوا من الموضوع، هم نزل المقطع راح اشاوله فولو من حساب احمد ابو الرب بالانستغرام، وطبعا احمد ابو الرب راح رد عليهم بستوريات بالانستغرام، صار يستهزئ بهم، هم شالوا الفولو من عنده وراح يسوي عزا وصار يستهزئ بشيرو، راتكم كل الستوريات هذه شوفوها. ولا اخرج اخرج. شكرا خاص لاحمد نشيط الاصلي مش الكرتون المعفن. جد شكرا له انه هو بتقبل الاشي اللي قاعد بقى. مثل الاطفال تبكي مثل تبكي مثل تبكي مثل الاطفال تبكي مثل الاطفال. كيفكم جماعتي؟ اسف انه امبارح ما صورت شيء على الستوري، وجد شكرا لكل حد بعث لي مسجات يعزيني يا جماعه. اللي ما بيعرف امبارح كان اول يوم بعد ما عائله البيوتي عملوا لي انفولو، احتجت وقت افكر يا جماعه، افكر بكل هالحفرات اللي بحياتي اللي ما اعطيتهم اهميتهم، كل هالشباب اصحابي اللي كانوا يلبسوا فيزون واتمسخر عليهم، هل جد انا اللي حق اتمسخر عليهم؟ شو رأيك بالقصة هاي انت؟ الشباب حقهم يلبس وغيزون وانت ما بتطلع لك ابتحارة بهذا الشيء. واو شو انك حكيم من جد، معك حق. اوكي بمزح يا جماعة، يعني بالمرة ما ذيكت على موضوع انه عملوا لي انفولو يعني. اسكت انت، كنت تريح زي الطفل تبكي اخلص الاطفال تبكي مثل فاكتبوا الحباب لكم التاتوين ونشوفوا الحق ويا أحمد أبو الرب أو عائلة بيوتي. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وموفلوكس وهل هم تصالحوا او لا؟ ما اعرف شنو اللي صاير، انه نارين بيوتي رجعت الفولو لحساب موفلوكس بالانستغرام، ولكن الى الان هم ما رجعوا يصورون ويا بعض رغم انه اثنيناتهم بالامارات، ولكن يمكن هم سووا هذه الحركه عم يتحسسوا المتابعين انهم تصالحوا ويكفون التهجم مثل ما سووها اول مره لما صاروا الاعلان. فاكتبوا يا حباب لكم التاتوين، تتوقع انهم فعلا تصالحوا او مجرد حركه على مود يبينون للجمهور انهم تصالحوا؟ الخبر الخامس اللي عدى عن تهجم متابعين مملكة القصص على كل اليوتيوبر اللي حكوا علي وانا مشيت موجود. فبالنسبة لبرهوم المعراوي كل الكومنتات عندنا قلبت بالانجليزي ودسلايكات، ونفس الشيء لانس وبيسام بالانستغرام وبالتيك توك، فسبحان الله من الواضح انه كلهم خافوا بس رجع مملكة القصص لليوتيوب وكلهم انخرسوا. اكتبوا لنا حباب بالكومنتات هل تتوقعون انهم حاليا خايفين من مملكة القصص او هم خايفين من مملكة القصص؟ وبس والله وصلنا لمقطع من المقطع جابكم، لا تحطون لايك تركوا بالقناة عشان اكون فايز يوم خاتم مملكة القصص، وبس مع السلامة.